شكرا دكتور محمد. دكتور محمد زميل الدفعة كمان، يعني احنا بقالنا يجي 50 سنة نعرف بعض كده ولا حاجة. أكمل على اللي قالته الدكتورة حنان والدكتورة ولاء على بري ألسيتيف ليجن. أخدكم سنة لورا، إن احنا عشان احنا كنا بنتكلم على عنوان الورك شوب اللي هي اي بي سي ام بريفنشن. فاي بي سي ام بريفنشن هم الخمسة ايتمز دول، انسبكشن واكزامينشن اللي هنقوله وقلناه، ونطلع الفوت ات ريسك، ونعلم العيان، ونعلم الدكتور اللي هو اللي احنا المفروض بنعمله النهارده، وان ابروبريت فوت وير، واخر حاجه تريتمنت اوف نون ألسراتيف باثولوجي اللي هي المفروض اللي انا هتكلم عليها. السلايد دي مجمعه اللي الدكتوره حنان قالته ومكملت عليه الدكتوره ولاء، وانه مجموعه الموتو نيوروباسي سنسو نيوروباسي اوتونوميك نيوروباسي والكالاس فورميشن ثم الليجنز الاساسيه بتاعتنا بتاعت البري ألسراتيف ليجن. ثلاث مجموعات دول سكين ليجن نيل ابنورماليتيز اند فوت ديفورميتيز. سكين ليجن زي الكيلس، الكيلس قلنا ان هو هايبر كيراتوزس، ونتيجه ان احنا بنمشي على هاي بريشر اريا يحصل يبتدي الجلد ينشف ويعمل لنا الكيلس. الكيلس بيبقى زي كانه مسمار في الرجل تحت الرجل، طول لما بيمشي بيضغط على الرجل ويؤدي الى حدوث الالسر. الكيلس 11 فولد presence of callus tenfold of presence of ulcer تحت منه. الكلس زي ما احنا شايفين لو لقيناه موجود اتوقع ان في ulcer، بالذات لو لقيته غامق في dark color يبقى انا متوقع على طول في ulcer. وهنا زي ما احنا شايفين العيان ما بيجيش بيشتكي بحاجه، يعني الناس دي كلها شايفين ان حياتهم كده طبيعيه، وان هو بيستغرب لما نقول له لا لازم نشيل الكلس ده باي طريقه وهكذا. الكلس مش لازم بس يكون في تحت في البلانتر سول، لكن ممكن احنا نلاقيه في حتت تانية، زي عشان كده الاكزامينشن مهم، زي المسلم براير ساين. واحد ما بيقعد القعدة دي لازم ابقى عارف ان انا اقول له ان السبب فيها هو قعدة الصلاة، ان انا الاقي الليجن موجود على في مكان مش متوقع خالص ان يبقى فيه هنا الانجري ده، او يبقى الكلس دي، او يبقى بعد كده تقلب بالالسر دي. هنا مهم عشان انا لازم اشيل البريشر. هنشيل البريشر ازاي؟ افهم العيان اقول له ما تقعدش كده وانت بتصلي، لازم تقعد ان انت تغير وضعيه الصلاه، حتى دي سنه، لا انا لا ضرر ولا ضرار، انت لازم هتفرد رجليك وانت بتصلي. العلاج بتاعنا education moisturizing cream، بالذات لو الكلس تخين ان فيه سلسلك اسيد او يوريا، اليوريا والامونيوم لاكتيت على طول، لكن السلسلك اسيد دي لما بنبقى متاكدين ان هو حاجه سيك قوي. الديبرايدمنت مهم جدا، وده اللي احنا كبيزك تعلمنا ان هو اعلم الناس اللي هو البرايمري كير هاو تو ديبرايد ذا كيلس. اللي زي ما احنا شايفين بيبقى بالمشرط وبس لازم يكون متعلم، وبيبقى بارلل للسكين، ما بنجيبش ونشيلهاش حته واحده، يعني ما بنعملش كده، ده مش ده اللي احنا بنعمله. احنا عايزين نعمل زي ما احنا بنعمل كده، مش عارف لسه هبتدي ان انا اتعلم. ده الشكل الكلس، والكلس لما تنظف دايما شايفين الوضع بيبقى مختلف جدا بعدها. ده زي ما احنا شايفين بنحاول ان احنا نشيل الكلس، بنشيله لاير باي لاير، وبعد كده بنحط ايه الايموليان. بتعلم، وكنا بنعلم عاملين ورك شوبس قبل كده، ان انا بتعلم على البرتقانه بالمشرط بتاعي الاول فيري سوبرفيشال، اشيل اللير الاخضر، بعد كده اللير الاخضر ده على كذا مره، وبعدين اشيل اللير الابيض على كذا مره. وكنا بنقول دايما دونت بليد ذا اورنج، يعني ما تجيش لتحت. احنا بنتكلم على الديبرايدمنت اوف اكيلس، مش الديبرايدمنت بتاع الايه بتاع الالسر، ده ديفرنت كاتيجوري خالص. بعد ما عملنا الديبرايدمنت البروبر شوز او كاستم ميد انسول، ودي البروبر شوز اللي كان الدكتور ممدوح بيقول لنا عليها، لازم تبقى البروبر شوز بتاعتنا، لازم حاجه تقع، يعني تكون اللور سول بتاعنا يبقى هارد، ويكون روكر بوتوم اللي هو البوز المرفوع شويه ده، بحيث ان هو يساعد الحركه، يخلي العيان يقدر ياخد الخطوه اللي بعدها بسرعه.
الوش الفوقاني اللي هي الابر سول يكون ماتيريال تكون فليكسبل ممكن تاكوموديت الديفورميتي زي ما هنشوف، ولازم تكون ويل فيتد للرجل، ما تكونش الرجل بتتحرك فيها ولا رجله بتتخلع منها وهو ماشي. تحت جواها تبقى ينفع يتحط فيها حاجه اللي هي تصلح لنا البريشر بوينت. الكورن نفس ابن عم الكلس، هو نفس الفكره، لكن هو بس بوينتد شويه وبقى مور ديب. نفس الفكره، ممنوع الجزم البوينتد، ممنوع ده، هيلبس هنشيله بنفس الطريقه وهنعمل له سيباريشن ما بين الصوابع وبعضها ويلبس الايه الجزمه بتاعته. بس الصوره دي عشان نعرف ان مش كل حاجه ناشفه في الرجل تبقى كلس او كورن، احنا ممكن نلاقي وورت، والوورت ما ينفعش نستعمل له اللي هي بالمشرط، وهنا لازم ابقى عارف لو لقيت المنظر ده بالنقط الصغيره اللي جواه ده يبقى احنا كده في دي وورت ومحتاجه ديفرنت مانجمنت، مش المانجمنت بتاعنا بتاع دي. الدراي فيشل سكين ده جزء من المرض السكر، ولازم نبقى عارفين كده وعيننا يبقى عارف كده، وده بسببه الاوتونوميك نيوروباثي. العيان بتاعنا لازم احاول اغير الكالتشر انه مش عيب ان العيان يحط كريم، ده بالعكس ده جزء، زي ما هياخد الانسولين زي ما هياخد العلاج بتاعه هيحط كريم بتاعه ريجولارلي، مش هيوصل لدي عشان يحصل نفس التريتمنت بتاعنا. التاني حاجه بعد الدراينس اللي هو البولي لها اسباب كتير وديفرنت تايبس، لكن هي الهدف الفكره بتاعتي ان انا لازم اعالجها، لازم اتصرف فيها، مش هينفع اسيبها وات ايفر الكوز بتاعها. الولي ممكن تكون سكيميك، ممكن تكون نتيجه للانفكشن، ممكن تكون نتيجه وقع على رجله ميه سخنه وهو مش حاسس، ممكن يكون نزل على لابس جزمه ضيقه وتلاقيه تاني يوم جاي كده ماشي على، من الناس بتروح العمره تمشي على بتاع السخن ويجي بعدها مش عارف ايه اللي بربق رجليه ليه وهكذا، فربنا يوعدنا التاني والعمره. فالفكرة علاج البولي ان انا طبعا البريفنشن نمرة واحد، بعد كده ان انا اسبيريشن وديروفينج ودريسنج. الديروفينج بتاعنا اول حاجة بجيب المشرط واحاول ان انا اشيل بوينتنج كده بسن المشرط، افضي حبة منها عشان اقدر بعد كده اعمل لها اشيل كل ايوه السوبرفيشال اللي هي ده كله لازم بتاعي بيتشال. ما ده المنظر المفروض اشوفه بعد ما انضف مكان البولي وانسبكت بقى البيز بتاعها، احاول اعرف ايه اللي تحته بقى كده. يبقى هنا ده العلاج بتاعي بتاع البولي. حكايه ان انا اخرمها بس واسيبها عشان احافظ على دي مش بنحبها قوي، لان هي هيتقفل تاني والمشكله هتفضل موجوده. ده دي روفينج، ده النتيجه بعد منه، ده دي روفينج ونشوف بعد منه. اخر حاجه في السكن باثولوجي اللي هو التينيا بيدس. التينيا بيدس طبعا اتكلمنا عليها، فانجل انفكشن ما بين الصوابع، وزي ما احنا عارفين ان هي مور دينجرس في عيانين الدايابيتس لان هي بتبقى مور ريزيستنت واصعب في التعامل معاها. علاجها طبعا الاول ان انا افهمه ان هو ما يلبسش الجزمه مده طويله، والشباب لازم يتغير كل يوم، وان هو حتى ما فيش حاجات نقع الرجلين في ميه في وقت طويله، ولازم ينشف ما بين صوابعه. بعد كده لقينا المشكله هنعالجها، توبيكال انتي فانجل كل الاشكال هيك الانتي فانجل بنستعملها، تبينا فين هو من الحاجات المحبذه، بس يا اما سبراي او بودره او كريم. برضو ما بين الصوابع بنحبس برضو الحاجات اللي بتبقى تعمل دراين شويه زي السبراي والبودره، الكريم بيرجع لورا شويه في الحته بتاعت بين الصوابع دي. بحتاج سيستميك انتي فانجل ساعات، حاله زي دي مش متوقع ابدا ان هي دي نوت ريسبوندنج لللوكال ثيرابي، او معاها فانجل انفكشن اوف نيل. ده في الحاله دي محتاجه ان انا ادي سيستميك انتي فانجل، وهنا محتاجه اهتم لان هياخدوا المده طويله بالذات لو فيها فانجل انفكشن اوف نيل، ان انا لازم اعمل ليفر فانكشن لان عشان اتابع الليفر انزيمز واشوف العيان ده هيبقى وضعه ايه على الانتي فانجل. طبعا برضو دي الانتي فانجل الاورال انتي فانجل اللي بنستخدمها. النيل ابنورماليتي هي المشكله اساسا، هي السيكنيل اكتر حاجه بالنسبه لي. السيكنيل ممكن يكون سببه الاوتونوميك نيوروباثي الاولد ايج، ممكن يبقى اللي هو بيبقى شكله عادي جدا زي كده، ده اللي هو ممكن يبقى مع النيوروباثي، ده اللي هو الثيك نيل مع الاولد ايج نلاقيه موجود عادي.
ده لو لقيناه بقى بالمنظر ده اللي هو الديفورمد نيل ده غالبا بيكون السبب بتاعه فانجل انفكشن. سواء السبب كده سواء السبب كده، فالديبالكينج اوف نيل ده جزء مهم في العلاج. يعني حتى لو فانجل انفكشن اوف نيل وعمل سيكننج، لازم اعمل ديبالكينج، لازم اشيل حتت السيك دي عشان لا ينفع اعالج بعد كده. فيا اما دي سبيشال قصافات، مش اللي هي القصافه العاديه، ما بنستعملها. ده مثلا النيل ده شكله واضح ان هو كان فانجل انفكشن وبنعمله، او ان انا بستعمل بحاول اعمل تريمنج للنيل باستخدام النيل تريمر. النيل تريمر ده جهاز وبيتحط له جزء زي ما احنا شايفين كده، ده اللي بنعمل بيه دي بالكينج للنيل، احاول اشيل الايه السكننج اوف النيل ده. اخر حاجه اللي هي الديفورمتيز، يعني احنا اتكلمنا عليها والدكتوره ولا اتكلمت عليها وكلام عليها كتير وكده، مش هنكتر بقى في الانواع. يعني هنا مثلا ده كان الهالوكس فالجاس، ده سيفير هالوكس فالجاس. هي الفكره ان هو الديفورمتي زي ما قلنا مشكلتها هتبقى ان انا لازم اجيب جزمه تو اكوموديت هذا الديفورمتي، وانا احاول اعمل جواها حاجه ان انا اقلل البريشر على البريشر ارياز دي. فادي مثلا هنا زي كده، دي الجزمه اهي زي ما احنا شايفين، لازم يكون الابر لاير بتاعها يكون فليكسيبل وكان اكوموديت، وبعد كده احاول اصلح انا الديفورمتي. لو حاجه بسيطه يعني هي لسه مش فايبروزز ولا كده، يبقى انا مجرد ان انا هعمل ايه السبلنت، سبلنت للصابع ده بالطريقه دي، او بعد كده هضطر اعمل سيرجري زي ما كان الدكتور ممدوح بيقول ان انا اصلح هذا الديفورميتي. الكلوتو نفس الشيء، وبرضه هشوف هلاقي البريشر على الابر بارت او على التيبس اوف ذا تو، زي ما هنا دي كده، دي هتبقى دي المكان اللي انا خايفه منه وده المكان اللي انا خايفه عليه، يبقى انا محتاجه برضه هعمل اصلح لو في عملت ألسر. لو مش كده احاول ان انا افرد الصبع باي طريقه، بفرده الاول ان انا بحط حاجه زي اسمها كريست، دي حاجه بس مجرد كده. لو دي مش افيلبل ممكن شاشه وتتلف كويس وتتحط تحت الصبع بالطريقه دي بحيث تفرد الصبع غصب عنه، او ان انا بعمل برضه اللي هو السبلنت ده، حاجه بتتباع عند الناس اللي هم بتوع حاجات الاورثوتكس وكده، وبرده في الاخر هيبقى علاجي لازم الجزمه اللي هي سبيستيك. لقيناه خلاص بقى مش نافع يتعالج كده، هضطر برده اروح للايه للجراحه اصلح الايه الديفورميتي. الهالوكس ريجيدس هي الديفورمتس اللي فاتت دي كلها كانت ممكن تبقى موجوده، ممكن تيجي لنا احنا لاي حد مننا، واحد بيلعب كوره كتير ممكن يحصل له، واحد بيلبس جزم ضيقه كتير تحصل له وهكذا. لكن الهالوكس ريجيدس دي لازم يكون حد عنده ديزيز اللي بيعمل افكشن للكونكتيف تيشو، زي الدايابيتس، زي الروماتويد، زي كذا امراض كده تعمل لنا الهالوكس ريجيدس، تعمل ريجيدتي للبيك 2. وده لازم انا هشوف، المفروض زي ما شفنا البيك 2 كان بيبقى انه بيعمل لازم يتنى 90 درجه، لو وجد كده مش هيعمل كده، فكل خطوه همشيها هتعمل بريشر على الحته دي وتعمل ألسر في الحته دي. علاجها هيبقى هي الروكر بوتوم، وبرده الكوريكشن بالسيرجيكال كوريكشن لو ما اتعالجتش. والبسكيفاس اللي هي الهاي ارشد فوت زي ما انتم شايفين بالبريشر بيبان، بيبقى تحت على تحت الميتاتارسال وعلى الهيل، هتبتدي تعمل لنا الكيلاسيس في الحته دي، تعمل لنا الالسر في الحته الهاي بريشر دي، ودي هيبقى علاجها ان انا لازم اعمل كاستم ميد انسول بالجهاز او بالبلو برنت لو مش افيلابل الجهاز، ان انا هعمل على بالتك سكان او وات ايفر يعني، وبنعمل الايه الانسولز بالطريقه دي. ده موجود طبعا عندنا في جامعه المنصوره، ولازم معاه لازم تكون الجزمه تكون اكسترا ديبس عشان تستحمل ان انا احط فيها هذا الجمله دي بنستعملها دايما لما نيجي نتكلم على البري ألسرتيف ليجن، ان انا لازم احترم اللي هي الشادوز اللي جايه قبل الالسر واعالجها قبل ما استناش انها تيجي الالسر. شكرا جزيلا.